انا خدت بالي بالمناسبه ان من ضمن الحاجات مساله العربيات الكهرباء دي مساله حلوه جدا. وخد بالك سياده اللواء عام قال ايه، حاجه مهمه قوي، قال احنا بالفعل اتكلمنا مع رئيس الوزراء علشان خاطر بعد انتهاء المؤتمر بمنتهى النجاح باذن الله انه يترك لينا عدد من عربيات الاتوبيس الكهرباء وعدد من السيارات الكهربائيه اللي هتستخدم ايضا في وسائل النقل داخل مدينة شرم الشيخ. فيبقى مدينة شرم الشيخ كده عمليا يا مولانا، مش هقولك واحدة واحدة، لكن بتقطع خطوات سريعة جدا في انها تبقى أول مدينة في مصر تبقى جزء كبير. احنا عندنا بالمناسبة في القاهرة وفي اسكندرية اتوبيسات شغالة كهرباء واتوبيسات شغالة غاز، بس انت يمكن ما بتاخدش بالك قوي لو انت مش من مستخدمين الاتوبيس. يعني هتيجي تقول لي يعني انت بتركب اتوبيس يا يوسف، هقول لك هو انا ياما ركبت اتوبيسات زمان جدا، وده برضو جزء من طريقه تربيتي انه مهما كانت في امور متوفره ليك لازم تبقى جدع وراجل وخشن وحاجات زي كده، فبعمل كده مع ابني برضو نفس القصه يعني. والله وبركبه الترام وبتاع، يعني ما فيش هزار. فهرجعك على حلو الترام دي اسكندراني قوي. فهرجعك على ايه بقى؟ على انه احنا عندنا، انا من الناس اللي عينها بتلقط طول الوقت، احنا عندنا اتوبيسات كهرباء موجود، بس هنا بقى لو انه فعلا اتساب عدد لا باس بيه من اتوبيسات الكهرباء في شرم الشيخ بحيث انه تبقى هو ده الوسيله الرئيسيه، يعني مش هقول لك الوحيده، لكن يبقى ده الوسيله الرئيسيه وصولا الى ان احنا نبقى في وقت من الاوقات ما عندناش في شرم غير كهرباء بس، ويبقى ده البروتوتايب او النموذج الاولي بتاعنا اللي هنحتذي بيه في بقيه عموم الجمهوريه، ابقى سعيد جدا جدا. خلوني اخد معانا على التليفون سياده السفير نادر سعد متحدثا باسم مجلس الوزراء. اهلا اهلا سياده السفير. مساء الخير استاذ يوسف، اهلا بحضرتك. مساء النور استاذ سفير. استاذ سفير انا هسال سؤال يبدو يعني سطحي حبتين، هي العربيات اللي ركبها يعني دوله رئيس الوزراء دي عربيات كهرباء صح؟ مظبوط. حلو قوي. احنا هيبقى ده في وقت ما الطبيعي بتاعنا في شرم يا فندم؟ ان شاء الله، ومش هتقتصر على فتره المؤتمر زي ما حضرتك سالت سياده المحافظ، يعني بشكره وشرح بكل دقه التفاصيل اللوجستيه والتنظيميه للمؤتمر القادم. احنا مش بس بنطمع ان ده يكون او السيارات الكهربائيه تكون هي الاساس في شرم الشيخ، لكن عندنا استراتيجيه طموحه ان احنا نتوسع في تصنيع هذه السيارات في مصر، علشان السيارات الكهربائيه هي المستقبل. العالم لا يملك رفاهيه الاستمرار في تسيير السيارات في الوقود الاحفوري، لان هذه السيارات تنتج عوادم، ويعني المؤتمر المناخ والعالم كله جاي علشان هذه المشكله الكبيره، مشكله تغير المناخ والاحتباس الحراري. الاتحاد الاوروبي على سبيل المثال هيمنع هذا النوع من السيارات بحلول 2035، هيبقى السيارات المسموح بها فقط هي السيارات الكهربائيه. نحن في مصر ليس يعني لسنا بعيدين عن هذا الهدف الطموح، لكن ما زال لدينا يعني استراتيجيه بنطبقها اللي هي استراتيجيه صناعه السيارات. بنعطي او اعلنا عن حوافز كبيره جدا من الشركات العالميه الراغبه في القدوم الى مصر واقامه مصانع لتصنيع السيارات الكهربائيه داخل مصر. تتضمن هذه الاستراتيجيه حوافز حتى للمشتري، يعني لو حضرتك تشتري هذا النوع من السيارات هتحصل على حافز، الحافز ده عباره عن تخفيض في سعر السيارة، وأيضا تخفيض في تكاليف أو رسوم تسجيلها. يعني السيارات الكهربائية تسجل حاليا مكان، يعني مش هتدفع أي شخص يشتري سيارة كهربائية ويذهب للمرور لتسجيلها بيعفى من الرسوم. فنحن لدينا حزمة كبيرة جدا للتوسع في هذا النوع من السيارات الكهربائية، والبداية هتكون إن شاء الله في شرم الشيخ وما بعدها. يعني مش بس هتقتصر على أثناء المؤتمر، هنسعى ان شرم الشيخ مع مرور الوقت تصبح بحق مدينه خضراء. طب ست سفير، يعني لو صح الجملة اللي احنا دايما نقولها، الكلام يجيب بعضه، بما انه في حوافز بتقدمها الدولة وصاغتها الحكومة لمسألة السيارات الكهربائية في التصنيع ولدى ايضا الاند يوزر او المستهلك النهائي لو احنا المواطنين، طيب احنا مثلا نيجي نقول طيب ومسألة محطات الشحن، انا في الحتة اللي انا ساكن فيها زايد واكتوبر والحتة دي في كتير،
بس احنا نحب نشوف انه المحطات دي تبقى منتشرة على الطرق وفي المحافظات وما الى ذلك، فنتشجع نجيب عربيات كهرباء. ده مثلا اتنين، وانا عارف ان السؤال ده هيذهب اكتر للمستثمرين او المصنعين او مستوردين السيارات الى اخره، ولكن برضو بيجي في اطار حزم اللي بتقدمها الحكومة. امتى هنشوف العربيات الكهرباء موجودة عند الوكلاء المصريين؟ امتى هنشوف العربيات الكهرباء بتتجمع عندنا في مصر؟ امتى، وان كان ده ممكن يبقى قدام شويه، امتى هنصنع البطاريات نفسها ودي الحدوته كلها في العربيه؟ خلينا نبتدي بالجزء الاول اللي هو اماكن الشحن. حضرتك يعني مظبوط تماما فيما قلته، انا كمستهلك مش هتشجع ان انا اشتري سياره كهربائيه غير لو ضمنت ان انا على اي طريق سريع يعني سرت عليه او اي او حتى داخل المدن وما بين المدن المختلفه هيكون في محطه لشحن هذه السياره. حتى الان هذا العدد يعني لا يكفي وغير مشجع للتوسع في ان المستهلك يقبل على شراء السيارات الكهربائيه، لكن هذا وضع مؤقت. الدوله لديها خطه طموحه للتوسع في اقامه العديد من محطات شحن السيارات الكهربائيه في مختلف المدن وعواصم المحافظات وفي كل اقاليم مصر، لان زي ما قلت لحضرتك هذا هو المستقبل، السيارات الكهربائيه هي مستقبل صناعه السيارات. امتى بقى هيكون عندنا هذا النوع من الصناعه في مصر والمصنعين ياتوا الى مصر؟ ان شاء الله احنا بنعرض هذه الحوافز حاليا على كبار الشركات، لكن برضه خليني اقول لحضرتك نحن في اسوأ يعني أسوأ وقت تمر به صناعة السيارات منذ عقود، وهو بسبب يعني تداعيات كورونا أولا، ثم أتت بعد ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم أزمة تايوان كمان بالمرة. يعني كلتا الأزمتين سببوا نقص شديد جدا في أشباه الموصلات، وهذه الصناعة أشباه الموصلات هي يعني بمثابة رئة لصناعة السيارات بمختلف أنواعها سواء الكهربائية أو التقليدية، فده اللي سبب يعني مشكلات كبيره جدا تعاني منها شركات السيارات العالميه، لكن في النهايه هي ازمه مؤقته وسرعان ما ستزول، يعني هتاخد وقت يعني حتى نتفاداها، لكن في النهايه هي ازمه مؤقته. بعد ان تزول هذه الازمه، ازمه اشباه الموصلات، هنكون في مصر يعني لدينا من المقومات سواء في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس او في غيرها من الاقاليم الاقتصاديه داخل مصر. الكبار المصنعين هينظروا إلينا بعين مختلفة لأن لدينا بالفعل ما نقدمه لهم. لكن خلينا أرجع بقى لزيارة رئيس الوزراء. أيوة لشرم. وامبارح حضرتك يمكن من خلال متابعتك لم تجد رئيس الوزراء يخصص يومين كاملين لموضوع ما. يعني في ظل جدوله المزدحم لم يحدث أن هو يومين كاملين في منطقة جغرافية واحدة، والهدف هو موضوع واحد وهو مؤتمر المناخ. الرسالة اللي رئيس الوزراء وصلها النهاردة هي أولا نحن في مصر لا نملك يعني أن احنا لا نملك إلا أن ننجح في التنظيم على أعلى مستوى، ننجح في كافة اللوجستيات، ننجح في أن نقدم صورة مشرفة كما هي دائما لمدننا التي تستضيف مؤتمرات دولية. علشان كده رئيس الوزراء خصص سأل فيهم عن كل صغيرة وكبيرة فيما يخص لوجستيات والموضوعات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر. أما الرسالة بقى الأهم خاصة بموضوع المؤتمر نفسه، لأن موضوع المؤتمر وهو تغير المناخ، الموضوع ده كان منذ عدة سنوات ربما يمثل نوع من الرفاهية أنك تتحدث عن تغير المناخ، لكن الآن في ظل ما نشاهده جميعا من كوارث طبيعية سواء موجات جفاف شديدة جدا تتسبب في نقص في المحصول والعديد من السلع الغذائية تنقص بسبب موجات الجفاف والحر الشديد، أو العكس تماما موجات فيضانات وسيول غزيرة عانت منها دول شقيقة زي السودان وزي باكستان مؤخرا وأدت إلى خسائر كبيرة جدا في الأرواح وفي الممتلكات. كل هذه الظواهر هي نتاج مباشر للتغيرات المناخية، فالتغيرات المناخية لم تعد طرفا، التغيرات المناخية أصبحت هي الآن المهدد الأول للحياة على كوكب الأرض. علشان كده لما كل هذا العدد من الدول يعني 160 دولة ستجتمع على أرض مصر، الهدف واحد وهي محاولة لإنقاذ الكوكب.
الوضع صعب حاليا لان هم هيجتمعوا في ظل حاله اضطراب دولي حضرتك تعلمها طبعا والكل يعلم بسبب تداعيات الازمه الروسيه والاوكرانيه، الخلاف بين الغرب وروسيا، الخلاف بين الصين والولايات المتحده، كل هذا نرجو الا ينعكس داخل قاعات المؤتمر نفسه، لان فيما يخص المناخ دول العالم لا تملك رفاهيه الاختلاف، الكوكب يعاني بشده وان لم يتحرك الجميع ويتفقوا حول سياسات يعني قويه وان يحولوا كل التعهدات اللي سبق تعهدوا بها في الماضي في مؤتمر جلاسكو وما سبق ان يحولوها الى برامج تنفيذيه بالفعل، فالعالم مقبل على كارثه والكل يعلم ذلك. فعلشان كده لما رئيس الوزراء يخصص يومين لمؤتمر يعني لتفاصيل مؤتمر مثل هذا هي رساله واضحه اننا في مصر نعي جيدا حجم وخطوره الموضوع الذي سيتم مناقشته على ارض مصر، ونسعى ان شاء الله ان احنا يعني نقدم للعالم نموذجا مشرفا سواء من ناحيه الشكل او من ناحيه المضمون اللي احنا بنامل ان الدول تتفق فيما يخص موضوعات تغير المناخ خلال المؤتمر. باذن الله. والله يا استاذ سفير يعني في 8 سنين ويمكن يعني اقدر اقول انه في عز جمهوريتنا الجديده احنا ما نظمناش حاجه وطلعت نص نص. يعني كلمة النص نص ما بقتش موجودة، الحمد لله والشكر لله. أي شيء نظمناه على مستوى رياضي، ثقافي، اقتصادي، مؤتمرات سياسية، مؤتمرات زي المعنية بالمناخ، مؤتمرات لإخواننا الأفارقة، إلخ إلخ، إحنا ما عملناش حاجة نص. حتى على مستوى الرياضي إحنا عملنا بطولة العالم لكرة اليد بنظام البابل وكنا يعني محل إشادة الدنيا كلها في عز الكورونا. الحمد لله والشكر لله يعني. ونظمنا بطولة الأمم الأفريقية 2019 ثلاث او اربع شهور بس موعدها لما الكاميرون اعتذرت والاتحاد الافريقي لم يجد دوله تنقذ هذا الحدث. الحمد لله مصر الحمد كانت الدوله الوحيده الجاهزه في عموم القاره ونظمناها على اعلى مستوى، بس ده لا يجب ان احنا نرتكن لذلك طبعا. لا خالص. رئيس الوزراء النهارده يعني كان بيناقش التفاصيل كاننا اول مره ننظم مؤتمر وكانها تكئه، مجرد تكئه في مشوارنا يعني، وبنكمل صعودا باذن الله ان شاء الله. حلوه تكئه دي يا سيد سفير، صح؟ حاجه جميله. مش كده؟ اشكرك يا سيد سفير، يعني اصل انا احبك على المستوى الشخصي بصراحه، حتى واحنا يعني اظن اتقابلنا مره واحده بس، لكن يعني راجل سيرتك طول الوقت الحقيقه على لساننا بالخير، وده بجد يعني مش هزار. انا بشكرك جدا سيد سفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري.